يعني كيف ستساعد النجارة والحدادة في منع العود إلى الجريمة؟ للأسف إحنا قلنا جزء منها فقر، جزء منها بطالة. لكن لأن هاي المهن إحنا شنو ملاحظتنا؟ ليش بدنا نقول أكو عود؟ لأن هاي المهن لا يوجد إلا رواج في السوق. يعني أنا مثلا ممكن حاليا لدينا برنامج مع سجون كيف نعلمهم شباب أن يركبوا طاقة شمسية، أن يصلحوا ساتلايت، أن يعني يتعلموا أشياء جديدة ليس أشياء تقليدية. أنا مثلا الآن خرجت من إصلاحية بعد 5 سنوات من الحكومة، تعلمت أحسن صناعة نجارة. النجارة الآن ما ممكن توازي ما يأتي من الصين وتركيا وكذا، يعني صناعة فاشلة. أنا طلعت خياط، لمن أخيط؟ يعني لأن الآن الكلفة والخياطة وكذا إلا الملابس تقليدية اجتماعية، فهذا صارت السفية مدينة أربيل على سبيل المثال 5-6 مشهورين، الناس كلها يروح يمهم. الجديد ما يلقى رواج. حلاق تعلمت حلاقة، في كل حي موجود 5 حلاقين. فإحنا بحاجة إلى إعادة ترتيب هاي. مثلا بالبرامج التربوية يجيبون رجل دين يحكي لهم اللي كان بالمسجد ما أثر عليه وراح ارتكب جريمة، يجيبوا نفس هذا يعطيهم عوض وإرشادات دينية. فمعناته احنا بحاجه الى شيء جديد، بحاجه الى مثلا احنا في برنامجنا دمجنا ارت سينما مثلا لمدمني مخدرات، جبنا فيلم سينمائي يعني ممنهج معروف بان يعرض اثار يعني شخص لما يكون يتعاطى شنو اثاره المستقبليه، وبعدين بين الحاضرين سوينا جلسه نقاش بعد الفيلم، ما هو الاسباب، كيف يعني المعالجه. يعني لازم نبتكر اشياء جديده تاتي تباعا للاصلاح هذا المسار.